أودعت عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم دعوى قضائية ضد رئيس المجلس مرزوق الغانم على خلفية التصريحات التي أدلى بها الغانم قبل أيام ووصف فيها بعض أعضاء مجلس الأمة بالمأجورين. وحددت المحكمة جلسة 25 من الشهر الجاري للبت بالقضية، فيما يؤكد الكثير من القانونيين أن هذه القضية لا يزال أمامها الكثير، وخصوصا أنها تتطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الغانم، وهو ما يستبعده الكثيرون. ما إن انتهت مهلة 72 ساعة التي منحتها النائب صفاء الهاشم لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للاعتذار عن التصريحات التي اعتبرتها سباً وقذفة، حتى أودعت الهاشم صحيفة دعوى ضد الغانم تطالب فيها بتعويض مؤقت بقيمة 5000 دينار. المحكمة من جهتها حددت جلسة 25 من الشهر الجاري للنظر في الدعوى، في حين رأى الكثير من القانونيين أن رئيس مجلس الأمة كأي نائب آخر يجب أن ترفع الحصانة البرلمانية عنه قبل مثوله أمام القضاء أو النيابة، مما يعني تقدم النيابة بطلب رفع الحصانة عنها أولاً ويصوت المجلس عليها، أي أن القضية في حال قبولها ستؤجل إلى شهر أكتوبر القادم لنظر المجلس في رفع الحصانة عن الغانم. كما يرى الكثير من المراقبين أن من صوت لصالح الغانم في انتخابات الرئاسة ربما يصوت لصالحه في رفض رفع الحصانة عنه. وكانت الهاشم قد أعلنت في وقت سابق أنها ستلجأ للقضاء لإرغام رئيس مجلس الأمة على إيضاح الحقائق بشأن ما قالت إنها اتهامات منه لأعضاء المجلس بالرشوة والتربح من مناصبهم، بعد أن انتهت المهلة التي أعطتها له سابقا بعد إدلائه بالتصريح، مؤكدة أنها لن تتفاوض مع أي شخص من باب التزامها بمسؤولياتها البرلمانية والشعبية. وانطلقت شرارة السجال بين الهاشم والغانم عندما انتقدت الهاشم ما اعتبرت أنه اتفاق بين رئيس المجلس والحكومة لتقليل استخدام الأسئلة البرلمانية من قبل النواب والتي تقدم بكثافة للوزراء، مؤكدة رفضها لتكليف مكتب المجلس بإيجاد آلية للحد من الأسئلة البرلمانية بسبب استياء الحكومة، ومبدية استغرابها ودهشتها من هذا الأمر. وأضافت الهاشم: صج كرسي الرئاسة له ثمن باهظ. ورد الغانم على تصريحات الهاشم بالقول: لا أود الدخول بسجال نيابي مع من يصرحون بأجر ويستجوبون بأجر، وهو التصريح الذي رفضته الهاشم. وطالبت الرئيس الغانم بكشف أسماء من قالت أنه اتهمهم بأنهم يعملون لأجل مصالحهم، معربة عن رفضها لاتهام النواب بهذا الأمر، وخصوصا عندما يصدر هذا الاتهام من رئيس المجلس، مطالبة الغانم بالاعتذار خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وإلا فإنها ستتجه لاتخاذ إجراءاتها القانونية حيال الأمر. الرئيس الغانم من جهته لم يرد على تصريحات الهاشم، إلا أنه اكتفى بالقول: لا يستطيع أحد أن يستدرجني إلى سجال عقيم، يشغلنا عن متابعة أعمالنا وتحقيق تطلعات المواطنين.